دكتور، هل هناك اختلاف في الغذاء بين الرجل والمرأة؟ ما هو هذا الاختلاف؟ وهل هناك طعام للمرأة وآخر للرجل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نخوض في هذا الحديث، أريد أن أحكي لك عن قصة يعني اقتراحي لهذه الحلقة. رغم أن هذا الموضوع أنا بحثت فيه منذ التسعينيات، ومع الأسف الشديد نحن في بلدان العربية لا 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 نعير أهمية للبحث العلمي، ومع الأسف نبقى دائما هكذا نغرد خارج السرب. وعلماؤنا يعني هناك مغاربة باحثون يعني في جل مراكز البحث العلمي في الدول يعني المتقدمة، لكن هذا كيف ما كان الحال هذا حظنا، وكيف ما كان الحال فكل الأمم مرت من هذا بهذا الطور. كنت تلقيت رسالة من قاضية هولندية بمحكمة أمستردام. هذه الرسالة طويلة يعني عبر الإيميل، وتقول فيها هذه السيدة جزاها الله خيرا أنها يعني أخبرتني أن فريق هولندي قام ببحث حول الفرق بين تغذية المرأة والرجل، وأذاعوا الخبر عبر الإذاعة والتلفزيون في شهر مارس 2013، هذه السنة يعني. أدعوا هذا الخبر في الإذاعة وفي التلفزيون الهولندي. لماذا يذيعون الخبر؟ لكي يتبع الناس هذه الأشياء، لأنه بحث علمي أقيم بهذا البلد، ونوهوا بهذا الفريق وأعطوه جائزة وكرموهم وما إلى ذلك. ماذا يعني خلاصة هذا القول، خلاصة هذا البحث؟ أنه كل يعني الأفكار التي جاءوا بها بالبحث الميداني هي الأفكار التي كنت كتبتها ونشرتها في التسعينيات. فلماذا يعني كنت دائما سباقا للبحث العلمي، وكنت دائما سباقا لأفكار البحث العلمي، وكنت دائما يعني أعطي للناس أفكار لا تكتشف إلا بعد 20 سنة. ومع ذلك فكنت هنت على هذا المجتمع. لماذا؟ لأن في مدينة فاس كان هناك مؤتمر الإعجاز العلمي في مدينة فاس، وكنت ألقي عرض بين الاختلافات الخلقية. أنا لا أتكلم عن عقل المرأة، عقل المرأة وعقل الرجل هذا سواء، يعني لا يتفضل علينا شخص يقول أنا المرأة. نعم، المرأة وعقل المرأة وعقل الرجل هو متساويان، ولذلك ساوى الله بينهم حتى في العبادات. يعني الحكم الأحكام التكليفية لم يخفف عن المرأة، يعني فهي تصلي وتصوم وهي تخرج الزكاة، وهي يعني حكم تكليفي ليس هناك. ثم أن المرأة يعني لم يحد لها القرآن ولا الإسلام حد، فهي مثل الرجل فيما يخص الجهاز العصبي يعني العقل، فهي كذلك، فهي شاعرة وهي سائقة وهي طبيبة وهي قاضية وهي يعني كل الحرف ممكن أن تمارس. هذا سيدنا عمر بن الخطاب يعني عين محتسبة امرأة، ومهنة المحتسب هي أصعب المهن، يجب أن يكون يعني، ومع ذلك عين امرأة. لماذا؟ لأن كانت هذه المرأة كانت ملمة، أولا كانت تراعي حدود الله، وكانت ملمة بهذا الموضوع، موضوع الغش آنذاك، يعني غش اللبن، مضغ اللبن بالماء، وغش العسل، وغش زيت الزيتون، وغش السلع كلها يعني من الحبوب إلى مراقبة جيدة. نعم، المرأة تراقب، لأن هي لأن وفي الميدان الغذائي المرأة أحسن من الرجل في الميدان الغذائي. وهذه السيدة في آخر رسالتها ماذا تقول؟ يعني هذه السيدة الهولندية تقول أنها اطلعت على شريط الذي قدمته في هذا الشأن، أن المرأة تختلف عن الرجل فيما يخص التغذية، وأن الآن الأمراض كلها يعني بأضعاف مضاعفة عند المرأة بالمقارنة مع الرجل. فلماذا؟ أنا طرحت السؤال، لماذا؟ لأن المرأة أصبحت تأكل كالرجل بنفس الكمية وبنفس طبيعة الأكل، فهي طبعا الرجل يقدر على كمية ما، ويقدر على بعض المواد مثل الدسم، والمرأة لا تقدر على الدسم ولا تقدر على كمية كبيرة. لماذا؟ لأن لها جسم خفيف وجسم ناعم. ويعني الجسم المرأة في الاختلافات الخلقية أن جسم المرأة فيه شحوم أكثر من اللحوم، يعني لماذا؟ لأن الله خلقها على هذه الهيئة، لأنه جسم ناعم، فلديها واحد طبقة من الشحوم تحت الجلد ليكون هذا الجلد ناعم، ثم الجسم المرأة يجب أن يكون رطب ويكون خفيف، يكون هذا. فجسم الرجل خشن طبعا وعضلات مشتدة وقوية، يعني لا يمكن أن ثم أن عضلات المرأة يعني هذه اللي كنسمي والتي نسمي أن الكتلة العضلية عند المرأة لا تشبه الكتلة العضلية عند الرجل. وإذا زادت هذه الكتلة العضلية عند المرأة خصوصا على مستوى الذراع والكتف هذه تصبح كارثة، يعني ستكون معنا تصبح لها شكل مشوه.
طبعا الأعضاء عند المرأة أصغر من أعضاء الرجل، مثلا رئة المرأة أصغر من رئة الرجل لأن لا تتحمل أعمال شاقة. ثم قلب المرأة يضرب 74، قلب الرجل يضرب 78. لماذا؟ لأن الرجل يحتاج 78 لأنه يدخل كمية كبيرة من الأكسجين لأنه يعمل أعمال شاقة. ثم أن النظام الهرموني عند المرأة، فالمرأة لديها ثلاث أعضاء لا توجد عند الرجل، مثل الرحم مثلا والمبيض والثدي، فهي لا توجد عند الرجل، وهذه الأعضاء تعمل تحت التأثير الهرموني، هي تعمل تحت المراقبة الهرمونية. ثم المكون الأدرينالين، الصدمة عند المرأة مثلا، الصدمة العصبية بالنسبة للمرأة هي ليست، يعني الرجل ممكن يتلقى يعني أي خبر ممكن أن يصدم لكن ليس بنفس الشكل كالمرأة. المرأة حساسة جدا وعاطفية، ويعني لديها قلب يعني رقيق جدا، فالصدمة عند المرأة يغمى عليها في أغلب الحالات. نلاحظ على أن النساء يغمى عليهن لما يموت الزوج أو الأب أو أخذ أو الابن أو أخذ أحد الأقرباء، وتتأثر المرأة بسرعة. والمرأة إذا سمعت المرأة، شوف يعني بأسم برازي، الرجل إذا رأى رجلا يبكي لا يبكي، والمرأة إذا رأت امرأة تبكي أو سمعتها تبكي تبكي هم تلقائيا يعني. هذه فهذه الاختلافات الخلقية، يعني اختلافات خلقية يعني اختلافات أناتومية يعني جي تشكلية في الجسم ليس العقل. يعني فأنا قلت بأن لا نتكلم عن العقل، نحن نتكلم علوم حق ساينس. فهذه الأشياء نعطيك جرد عام. فمثلا تصلب الأمراض المناعية هي ثلاث أضعاف عند المرأة أكثر من الرجل، الآن أصبحت خمسة أضعاف في العالم المصنع. مثلا الغدة الدرقية عند المرأة من 3 إلى 4 أضعاف ونصف عند المرأة أكثر من الرجل. لماذا تصاب الغدة الدرقية عند المرأة ولا تصاب عند القليل؟ نعم تصاب عند الرجل، ولكن النسبة هائلة عند النساء أكثر من الرجال. بالنسبة للمرأة ممكن يعني أن يحصل لديها اضطراب في الكوليسترول. الكوليسترول عند النساء الآن هو مشكل أكثر من الرجال، مرتفع. ثم المشكل التوتر العصبي الآن، بعد النساء الآن عندهم توتر عصبي ينمنا بتناول أقراص منونات ومهدئة. التوتر العصبي الآن عند النساء أكثر من الرجال. سرطان عند النساء الآن أكثر من عند الرجال، سرطان الثدي والمبيض وسرطان الرحم وحتى أعضاء أخرى، يعني حتى سرطان الرئة، يعني رغم أن النساء الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي طبعا. ثم أن تكون الحصى في المرارة عند النساء يكاد يكون من 5 إلى 15 ضعف مقارنة من النساء مع الرجال. على يعني على في البوادي الآن، في البوادي ما زالت النساء يعني الحمد لله ما عندهمش أمراض كثيرة، ولكن بالمدن لماذا؟ لأن المرأة أصبحت يعني تعمل كالرجل فيما يخص الحالة النفسية، فهي متوترة طول النهار. وهي مجهدة. ثم أنها تأكل مثل الرجل. طبعا لما تأكل دسم ومواد صناعية فجسمها لا يتحمل، لأن النظام الهرموني ونظام يعني ساخن جدا ومشتعل. فيجب تركيز المرأة. شوف المرأة تركز أحسن من الرجل إذا كانت جائعة. إذا كانت جائعة تركز أحسن من الرجل. نعم لما تأكل المرأة، لما تأكل خصوص إذا كانت وجبة كبيرة فلا يمكن أن تركز المرأة، يعني يصعب عليها التركيز. ولذلك أنا انطلقت من بعض الملاحظات والمشاهدات الإيتيولوجية في المجتمع المغربي. فأنا ابن البادية وابن فلاح، وعشت في البادية في قلب الشاوية، والشاوية هي يعني البادية التي تعكس حقيقة المجتمع البدوي المغربي. وهذه المنطقة هي التي عانت كذلك من الاستعمار وعادت من ضربات كبيرة يعني فيما يخص هذه العادات الاجتماعية. فكنت أرى أن النساء كنا يأكلن قليل ولا يأكلن لحم ولا يشربن حليب، يعني هذا النساء هذو في الشاوية ما كانوش كيشربوا الحليب، قليل شوية لبن ولا حاجة، والمرأة كانت تطبخ ويعني رائحة الطعام هذه تضربها في أنفها. فكانت لا تأكل كثير، كان النساء لا يأكلن كثير، فكنا يعيشن طويلا، كانت أعمارهن يعني طويلة جدا. ثم لم تكن هناك أمراض مثل السرطان ومثل الأمراض المناعية ومثل هذه الأشياء لم تكن لدينا في الشاوية. هشاشة العظام والفقر الدم لم يكن معروف، الآن أصبح حتى في البوادي. فالآن ندخل في هذه الاختلاف بين تغذية المرأة وتغذية الرجل. أنا كنت قلت في التسعينيات أن طبيعة التغذية عند المرأة، وهنا لا ألزم، أنا لا ألزم الناس، هذا أنا لدي علوم حقة
وأريد أن يستفيد الناس من هذا العلم، فيعني والعلم كذلك صدقة جارية. ثم أنا ليس لدي غاية، أنا ليس لدي شركات إنتاج، وليس لدي يعني عيادة ولا أي شيء، هذه أشياء وجه الله سبحانه وتعالى، رغم أنني أتلقى رسائل يوميا سلبية، رسائل سلبية يعني، ولكن فحتى الرسل عاداهم الناس ولم يصدقوهم، وحتى الرسل رموهم بالحجارة. فيجب الإنسان أن يعرف بأن أن يكمل طريقه رغم كل الصعوبات وكل شيء، ولكن إذا كان الشخص يريد وجه الله فهو يصل، أكيد 100% سيصل هذا. إذا كان يريد وجه الدنيا فسينال منها، ثم تكون حسرة عليه يوم القيامة. فهذه كنت قلت أن نظام المرأة إذا أرادت، أنا لا ألزم، إذا أرادت أن تبقى بصحة جيدة فلتلزم نظام نباتي. ثم إذا كان هذه المرأة إذا أضافت مع النظام النباتي السمك عوض اللحوم، فهذه المرأة ستبقى ما شاء الله، يعني حتى بشرتها ستبقى جيدة، ولن يكون تساقط شعر، ولن يكون هشاشة العظام، ولا فقر الدم، ولا هذا المشكل الهرموني عند النساء. الآن النساء كلهن يذهبن عند طبيب أمراض النساء، وكلهم يتناولن أقراص منع الحمل، ليس لمنع الحمل، أقراص منع الحمل الآن أصبحت توصف الآن للنساء لكي تضبط الهرمونات أو الدورة الهرمونية، يعني الدورة الشهرية. ممكن أن تضبطها المرأة هي بنفسها بدون أن تذهب إلى طبيب أمراض نساء، بدون أن تتناول هذه الأقراص السامة. أنا أقول أقراص سامة، يجب أن يعني العلماء كلهم متفقين على أن هذه أقراص منع الحمل هي أقراص سامة. لماذا؟ لأن كمية الهرمونات التي تدخلها المرأة هي 35 ميلي جرام، ولكن في الطبيعة لا توجد 35 ميلي جرام، إنما توجد 5 و6 ميلي جرامات. هذه يعني الفيتوستروجينات الموجودة فيها مرتفعة. نعم، نسبة مرتفعة، نسبة ليست مرتفعة إنما نسبة ستحرق الجسم طبعا، لأن الهرمونات ماذا تفعل في الجسم؟ تهيج جميع المفاعلات الكيماوية داخل الجسم، يعني ليست الهرمونات هكذا سنأكلها هكذا، وهي لا تستقلب، هي تدخل إلى الجسم وتخرج، ثم لا تخرج مع يعني مع البول، شرف الله قدر المستمع الكريم. لما تخرج ستوجد في الطبيعة، ثم إذا أصابت المياه الشروبة، فليس هناك أسلوب صناعي الآن ممكن أن يزيل هذه الهرمونات من المياه الشروبة، لا، ليس هناك أسلوب، يعني في علمي ليس هناك أسلوب، من قال أنه ليس فقد كذب على الناس. أكيد يا لأن الهرمونات إذا كانت في إذا أصابت المياه، نعم، فهي العمليات التي الآن نصفي بها المياه، نعم، تحلية المياه، فهذه العمليات اللي يعني الكيلاتيشن والفلتريشن والأوزونيشن والكلوريشن، هذه العمليات لا تؤثر في الهرمونات، يعني لا تزيلها من المياه. إذا أصابت المياه السطحية أو مياه يعني هذه الخزانات المياه علي، والمغرب عنده سدود تلية وسدود المياه يأخذ منها يجلب منها الماء للمدن، فيجب أن نعلم هذه الدورة الهرمونية في الطبيعة. أن لكان زينوبيوتيك أو الهرمونات يعني الخارجية هي تأتي من هذه الأشياء هذه. فالمرأة لديها نظام هرموني يعني قوي جدا إذا التزمت بالنبات يعني وامتنعت عن اللحوم، ليس كليا، ممكن أن تأكل اللحم مرة في الشهر، ولا تكون يوم عيد الأضحى، أو تكون في يكون فرح أو عرس، أو ممكن أن تأكل شيء من اللحم، لا ليس هناك هنا. أنا أتكلم عن النظام اليومي، النظام الغذائي اليومي المعهود، يعني الذي اعتاده الناس يعني في حياتهم. هذه المرأة إذا تمتنعت عن اللحوم ستمتنع عن تناول الكوليسترول، والشحوم يعني المشبعة، الدسم المشبع، وستمتنع عن المضادات الحيوية الموجودة في الحيوانات الآن، ويعني في الدواجن كذلك، نعم، وستمتنع عن بعض الهرمونات أو بعض ما نسميه عوامل النمو، وعلي هاد الناس اللي كيسمنوا الحيوانات واللي مربي الدجاج يسميهم عوامل نمو، هي ليست عوامل نمو، هي مفعول هرموني ما فيها هذه ولا دي. نعم. فهذه ستمتنع عن هذه الأشياء، إذا امتنعت عن هذه الأربعة، نعم، فلن يصيبها شيء يعني من الأمراض، أكيد، لا أمراض مناعية ولا سرطان ولا أي شيء ولا حساسية ولا أي شيء، إذا امتنعت فقط عن تناول اللحوم. ثم إذا تناولت، إذا كان نظامها نباتي، نعم، فستتناول الأملاح المعدنية والألياف الخشبية والفيتامينات، نعم، هي الأشياء اللي يعني تخلي الجسم يعني فيزيولوجيا حية، نعم. ثم النبات فيه الفيتوستروجينات وفيه المضادات للأكسدة، نعم، هادو اللي كنسميهم الفيتوكيميكولز. الفيتوكيميكولز شنو داخلين فيهم؟ هادو الفيتوستروجينات، وداخلين فيهم مواد المضادة للأكسدة، وهي المواد التي تحفظ الجسم من كل الأمراض، ليس من السرطان إنما من كل الأمراض، نعم. إذا تناولت السمك ستتناول الأوميغا 3، يعني حمض الأوميغا 3، نعم، مع الكالسيوم، لأن الكالسيوم يوجد في السمك، أكيد، كل الأطباء ينصحون باللبن، هو الكالسيوم يوجد في السمك
وبعض البروتينات السهله يعني السمك ما فيش كولاجين، يعني كنشوفوا اللحم ديالو طري يعني ماشي بحال لحم الحيوانات، هو يهضم بسهوله وبسرعه، يعني المراه ستحصل على طاقه يعني خالي من الدسم، بحال سمك السردين، هذا سمك السردين هو سمك صغير، سمكتين صغيرتين او سمكه واحده في اليوم بالنسبه للنساء جيده سبحان الله. ولكن يعني مع الاسف النساء الان اصبحنا يعني عندهم ميول، لدينا ميول الان الى بعض اللحوم خصوصا لحوم الدواجن، ولكن مع الاسف لحوم الدواجن الان تهلك النساء، انا اقول تهلك النساء وانا اعرف ما اقول. فهذا النظام العام، نظام نباتي للنساء احسن. بالنسبه للرجال هناك اختلاف بسيط. ما هو هذا الاختلاف؟ اذا كان الرجل يتحرك، اذا كان صاحب حرفه مثل بناء ولا نجار ولا خضار ولا فلاح ولا مثلا سائق ولا عميل يعمل بعضلاته ويتحرك، ممكن ياكل لحم، يعني كيبذل واحد المجهود، ممكن ياكل لحم، ليس هناك مشكل، ويكون لحم جيد، يكون لحم جيد، ليس لحم لحوم تسمين، يكون لحم جيد، يعني لحم احمر، لحم البقر ولحم الغنم، يكون لحم احمر، لحم الغنم ولحم البقر او سمك جيد، يعني ما يعني حتى الدجاج البلدي، حتى الدجاج البري جيد، حتى الديك الرومي البلدي هذا البري جيد. لكن اذا كان الرجل لا يتحرك اذا كان جالسا في مكتبه او موظف لا يتحرك كثير او صاحب وياكل ما ذكرت، نعم اذا كان لا يتحرك يظل جالس في منزله او في عمله وعنده سياره ويعني عليه لا يتحرك، يعني لا يبذل جهد، اذا كان لا يبذل اي جهد واكل اللحوم سيصيبه ما يصيب النساء، سيصاب بامراض مثل الكوليسترول وارتفاع الضغط وامراض القلب والشرايين، سيصاب بكل الامراض يعني تماما مثل سيصبح نعم. لماذا؟ لان الرجل يجب ان يحرق هذه الماده، لان عنده عضلات شديده ويجب عنده يعني جسمه مهيئ للقوه، جسمه مهيئ للقوه هكذا. فجسم المراه مهيئ للنعومه، يجب ان يبقى جسم ناعم. هذا اذا كان هناك طغيان في التغذيه، ما معنى هذا الطغيان؟ اذا كان هنا الرجال والنساء كيتساووا في الاكل، طبعا في طبيعه الاكل يتساووا، اذا بطلوا نبات او قللوا من النبات ولا اخذوا نبات وهم لم ياخذوا نبات مثل الدقيق الابيض وبطاطس مشوي، هذا ليس نبات. انا اقول الدقيق الابيض كنسميوه في المغرب الفورس، هذا الدقيق الابيض اللي مغربل اللي محيده من النخاله، ما ننزع النخاله، هذا ليس نبات. النبات هو النخالة باش نكونوا واضحين، يعني كنعرف شكون، لان هناك نصائح تهطل علينا ويعني هطول المطر الشديد، ولكن نصائح علميه ونصائح ثابته تبقى، يعني اما ما ينفع الناس فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس يعني يبقى، كيبقى مع الناس يمكث يبقى. فهذا هنا كيولي كالراجل كالمراه في التغذيه، اذا كانوا بطلوا النبات لكانوا مثلا كياكلوا بطاطس مشوي وخبز ابيض ثم كثره اللحوم والحلويات، هادو ما كياكلوش النبات اكيد. هنا كيتساووا في الامراض، هنا كيتساووا في الامراض، قلت لي الحساسيه امراض مناعيه، امراض مناعيه مثل الليبيس، مثل المرض بهجت يعني مثل السكلروزيس، هذه يعني التصلب اللوائحي، مثل الامراض الاخرى مثل التوتر العصبي، مثل الانيميا هشاشه العظام، ومثل كذلك الانيميا يعني فقر الدم، ومثل الاشياء كلها. يعني شوف نفس الشكل اللي كيتسقط به الشعر عند المرأة هو اللي كيتسقط به الشعر عند الرجل، بمعنى أن تسمم، تساقط الشعر هو تسمم. مكونات السلفيت، مكونات الكبريتية الآن في الطبيعة، يعني مواد التطهير والمبيدات والأشياء اللي كيستعملوها الفلاحة، السلفيت اللي كيستعملوها الفلاحة كسماد، وهذه الأشياء، هذه المواد الكبريتية الآن موجودة، هي الديوكسينات موجودة في الجو بكثرة، وتلوث جوي بيئي بكثير خطير جدا، لازمنا عليه البلاستيك. هنا المرأة كتتعرض لهذا التلوث، كتتعرض أكثر من الرجل، تتعرض أكثر من الرجل. نعم إذا أزادت المرأة الكوسميتيك، إذا زادت مواد التجميل باش النساء شويه عليا ماشي غنخلعوهم، ولكن على الاقل ننبهوهم، نحن ننبه والتنبيه ديما كيخلع طبعا. فشوف غير هذا المحلول اللي كيمسحوا به صباغه الاظافر، بسيط جدا ياك، ملي كتكون تمسح كتكون تشم، لان ظفرانها كيكونوا تحت، كتكون حاضره عينيها وكتمسح في الاظافر ديالها، وكاين النساء اللي كيتعطلوا ما كتمسح ظفرانها نص ساعه على اكثر. هذا المحلول دي اليوم، هذا هاد السولفون هذا اللي كيمسحوا به الاظافر، هذا كافي يدير التوتر العصبي، سبحان الله، كافي جدا
باش المرأة تعمل توتر عصبي. لماذا؟ لأن الإناليشن، لأنك تشم بالأنف لو كيمشي مباشرة الدم والدم يطلع له، يعني هذا المحلول هذا كافي، هو هذا المحلول اللي بقات كتشمه كافي باش يسبب لها سرطان. صباغات الشعر يعني كل العالم متفق على، كل العلماء والباحثين متفقين 100% على أن صباغة الشعر سرطانية. نعم. وكل العلماء ينصحون بصباغة الشعر مرة في السنة، وإن كان المرأة تفادت يكون أحسن. لماذا؟ لأن الشعر يمتص المواد السامة ويدخلها لجسم، وعكس الجلد، الجلد كيخرج المواد السامة، الشعر كيدخل المواد السامة لجسم. يعني الناس يعرفوا هذا، ولذلك أنا كننبه النساء باش ما يحتقروش أي تصرف، مثلا العلكات اللي كيمضغوهم النساء، العلكة يعني عادي، شيء عادي. نعم. تقول لك أنا كناكل الزيت البلدية وكناكل الشعير وكناكل مزيان وكنطيف في الطين وكنطيف في النحاس ومراقبة راسي، ولكن ملي كنسولوها شحال من مرة كتمضغي الشوينغوم؟ هذا العلكات. العلكة نعم. مرتين في اليوم ولا هذه العلكة فيها 14 مضاف غذائي، أنا كنعطي تدقيق، أنا أعلم ما أقول جدا. نعم. فيها 14 مضاف غذائي، مضاف يعني مضاف غذائي مضاف كيماوي طبعا. طبعا أكيد. هذا هي أوروبية، هي إي تتعني القياسات الأوروبية، القانون الأوروبي. الأوروبية نعم. فيها 14 مضاف غذائي كيماوي سام، من بينهم 8 المضافات سرطانية. نمشيو لجوجل، الناس مش لاعب، نمشيو لجوجل كتبوا شوينغوم اديتيفز وغادي يخرج لهم 8 مصبوغين بالحمر. بمعنى هذه 8 ان المختبرات اللي اجرت بحث عليهم يعني تمكنت يعني من تصنيفهم مسرطنه، يعني مكونات مسرطنه. هذا المنتوج ديال الشوين يعني هذه العلكه هي صغيره الحجم، هي يعني خطيره، وهي لا تضيف شيئا لجسم الا الويلات. ماذا تضيف للجسم؟ هذا هو المشكل. ماذا لا تعطي للجسم؟ رغم صغر حجمها هي خطيره. المرأة تأكل تفاحه، اذا كانت بغات اسنانها يبقاو جيدين ووجهها يبقى جيد والشكل ديالها يبقى جيد والجلد ديالها يبقى جيد، وما ديرش حصى في المراره وما ديرش امراض القلب والشرايين وتاخذ طاقه بسيطه، هي تاكل تفاحه. نعم. تاكل تفاحه ولا تاكل اجاصه ولا تاكل ليمونه برتقاله كبيره، تاكل حتى اثنين، تاكل حتى ثلاثه ان شاء الله مش مشكل، تاخذ تهز معها في الشنطه ديالها، يعني فهذا تحمل معها فواكه، تحمل معها تفاحه او برتقاله. نعم. وتحمل معها قنينه ماء. نعم. الماء جيد، النساء لو كان كانوا يشربوا الماء ما كانوش يشريوا هاد مواد التجميل، لكانت البشره ديالهم جيده. المراه يكفي تشرب الماء لجوج لتر فما فوق، من 2 لتر الى 3 لتر في اليوم، يكون ماء نظيف ماء جيد ويكون بشرتها جيدة، لا ما يكون عندها أي مشكل. فهذه الاختلافات. لماذا؟ أنا يعني بسطت الناس، لخصت لهم وبسطت الناس باش مابقاوش يسولوا عليا واش ندير السالمية واش ناكل الزعتر واش ناكل النعناع واش ناكل هذه. يعني كل النبات جيد، كل النبات جيد للنساء، الحبوب القمح والشعير والذرة والشوفان والرز والزؤان وحتى القزبر حبوب جيد، القطاني الفول والحمص والعدس هذا جيد للنساء. والله لو علم النساء يعني أهمية الفول، الفول هذا اللي كان المغاربة كانوا كيفطروا به، كانوا كيعملوا واحد الوجبة اسمها المحلي في المغرب بصرة، كانوا كيعملوا لو كان النساء هادو يأكلوا الفول في الصباح ولا في المساء، الفول فيه فيتوستروجينات أكثر من الصويا. نحن لا نستقي المعلومات من الانترنت ولا ننقل من الكتب، نحن لدينا يعني لدينا معطيات مخبرية يعني مختبر. الفول هذا البرود بينز ولا هذا البرود الفول اللي كنسميهم هنا، الفول فيه فيتوستروجينات اكثر من السوجة، والنساء يسالن عن السوجة. نعم، لان السوجة الان مغيره وراثيه، ليس هناك سوجة طبيعيه على وجه الارض، لا توجد، لا توجد، ولا حتى الذره اللي كياكلوا النساء وكيعملوها في السلطات، في السلطات هذه دورة عبر جينية، ولا توجد دورة يعني مستورة ولا دورة جولة، مو دورة غير مغيرة وراثية. المشكل أنهم كيديروها للدري الصغار، وهذه هي المصيبة الحساسية، لأنها تسبب يعني أول ما تسبب حساسية. هذه اللي كنسميوها حنا القلية وغازات في الأمعاء، ما من غير القلية من غير بوب كورن، يعني حتى هذه الدورة اللي كيعملوها في السلطات يعني كيزوقوا بها. المغاربة لا يستهلكون الرز، دابا أي مطعم دخلتي ليه كتلقاه يقدم لك السلطات فيهم الرز. المغاربه ما كياكلوش الرز، المغاربه عندهم خضرتهم وعندهم الفواكه ديالهم وعندهم عاداتهم الغذائيه. ما عرفش انا علاش بغاو يدخلوا لنا هذه التغذيه الاسيويه البزز دخلوها لنا، يعني برك الغرب ما كاين علاش لنا، لان الرز علاش كياكلوه في الغرب؟ لانه سهل الطهي، كيسلقوه والبطاطا كيشويوها. علاش الفريت هذه البطاطا مشويه مع الرز ديما عندهم في النظام ديالهم؟ لانهم سهلين، اصبح ما نسميه يعني الطباخ الصناعيه، اللي يعني كيكون مثلا مطعم ريستورانت
فيه مثلا 600 طاوله. نعم. هذه الموائد هذه اللي كياكلوا عليها في 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 في, في الريستورانت، هذا ما غاديش يقدر يقشر لهم لا الطماطم ولا غادي يعطيهم ملوخيه ولا يعطيهم اي، ما عندوش خضر يعني. لكن الخضره اللي سهله وموجوده في السوق وهي رخيصه وسهله الطبخ هي البطاطس والرز، ولذلك في امريكا والاوروبا ياكلون الرز وديما الساندويتشات عندهم وديما الاكل ديالهم فيه الرز وفيه بطاطس مشوي ولا يصلح لشيء. لا كان رز ابيض، هذه بوليشن، لكن رز ابيض وكان بطاطس مشوي هذه ليست غذاء، ليست غذاء، هذا لا يعطي للجسم الا السموم. فالمغاربه عندهم سلطات. انا ملي كنمشي مثلا ناكل في شيء بلا كان كتب الله علي ناكل في شيء مطعم نكون مسافر ولا شيء، كنطلب سلطه كبيره فيها خضر مقطعه، خضره مقطعه مغسوله ومقطعه ما معها حتى اي شيء طازجه، اي شيء هكذا خضر طبيعيه في صحن كبير، خضر اكل يعني هذو سلطات ناكلها وصافي، لا اضيف اي شيء لان المسافر يجب ان لا ياكل لحم. وهذه الاختلافات هي اللي خلات الامراض عند النساء اكثر من عند الرجال. اذا لو سمحتي دكتور غادي ناخذ اولى المكالمات في هذا اللقاء نحروها. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم؟ ام وليد وجيه مدينه سلا. أم وليد ووجيه، أكيد عندك توأم يا أم وليد ووجيه. تماما هم توأم من ذلك الشعر. نأخذهم لك، تفضلي. شكرا بارك الله فيك. الدكتور معك. شكرا جزيلا من ذلك، وشكرا لك كذلك الدكتور الشايد. السؤال ديالي عنده علاقة يعني بفترة الحيض عند المرأة. يعني كتعرفوا انها فتره خاصه، وطبعا ما كيعرف لها الراجل حتى شي حاجه استثناء يعني الافكار اللي رائجه واللي عامه. نعم. اذا هذه الفتره كما كتعرفوا فيها يعني وفيها درجات عند كل نساء، كاين مشاكل عندها علاقه بالمزاج او اضطرابات في الجهاز الهضمي، طبيعة الحال كاين الاعياء، وكتوصل احيانا للاكتئاب او درجات يعني صغيره او كبيره من الاكتئاب. السؤال اللي عندي هو واش كاين شي اغذيه يعني كتمكن يعني النساء انه تخفض من هذه الاعراض؟ يعني واش هذه الاغذيه يمكن لها تاكلها او تاخذها او يعني في الفتره ديال الحيض او قبل منها؟ وعندي واحد السؤال اخر اذا سمحتوا لي دكتور. تفضلي. نعم. السؤال الثاني حتى هو يمكن يكون عنده علاقة بالسؤال الأول، هو الاضطرابات الهرمونية اللي كتكون عند النساء، وطبيعة الحال يعني كتكون تأخير في الدورة الشهرية، أو بعض المرات كتكون يعني ما كتجيش منتظمة، كتجي جوج مرات في الشهر أو ثلاثة وإلى آخره. يعني الطبيب دائما كيعطي واحد التشخيص ديال كما تيقولوا ديغيغولمون هرمونال، واش التغذية يعني كيمكن لها الضبط أو تحسن هذا الاضطراب؟ يعني واش حنا كنعرفوا في المجتمع ديالنا النساء كيبغيو ياخذوا السالمية أو ياخذوا القرفة أو ياخذوا شي حاجه بهذا القبيل، يعني واش يمكن التغذيه تحافظ على الاضطرابات الهرمونيه؟ اذا بطبيعه الحال ما يفوتنيش نقول لكم شكرا جزيلا بطبيعه الحال استاذه لطيفه ودكتور الفايد، لانكم دخلتوا مجال التغذيه يعني من ذاك الحيز الشعبي الى مستوى علمي، يعني كتعرف الناس ملي كتاكل شي حاجه كتعرف علاش وكتعرفها بشكل علمي. وطبيعه الحال انتم اسم على مسمى دكتور فايد. شكرا لكم بزاف. اذا شكرا لك ام وليد ووجيه على هذا التدخل. في الحقيقه هو تدخل جيد، رغم انكم ذكرتم دكتور هذه الاضطرابات الهرمونيه، ولكن السيده ام وجيه ذكرت نقطه مهمه وان يعني المراه لا تحيض والرجل لا، اذا هناك اختلاف في هذا الوقت من هذه الدوره. هذا هو الموضوع اللي خلاني يعني ابحث في الموضوع، وهذا هو اللي يعني الفكره الاولى. ان قلت سبحان الله، الله سبحانه وتعالى رحم المرأة. أن خفف عليها أثناء الدورة الشهرية. فهي لا تصلي. والصلاة كما يعلم العلماء والفقهاء هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط. لا تسقط. حتى ولو قمت بعمل جراحية وبقيت يعني تحت هذا البنج يعني تحت هذا المخدر، ثم لما تستيقظ تسأل عن الأوقات التي لم تصليها وتصليها وتصليها ولو بالإيماء. نعم. ولكن لا تسقط صلاة، العبادة الوحيدة التي لا تسقط حتى ولو أصيب الشخص بالألزايمر ولا بأشي، فلا تسقط هذه العبادة، يبقى يصلي. ولكن تسقط عليه. رمضان يسقط، كل العبادات، الحج يسقط، يعني الزكاة تسقط إذا لم يكن هذا الشخص لديه ما يزكي به، لكن الصلاة. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى المرأة أثناء الدورة الشهرية لا تصلي ولا ترد هذه الصلاة.
رمضان ترد، يعني ماذا؟ لان رمضان علاش خاصها ترد؟ ترد باش تستافد، لله سبحانه وتعالى بغاها تستافد من ذيك من ولكن الصلاه لا ترد. فالله خفف عن المراه حتى في الحكم التكليفي، والانسان لم يخفف عن المراه، لم يخفف. للزوج يجب ان يعلم ان اثناء الدوره الشهريه هذه السيده مريضه، يجب ان يتعامل معها معامله جيده. الى تقلقات ولا ضجرات ولا حاجه ما خصهاش تقلق، لانها اذا ضجرت او تقلقت قلق شديد او غضبت غضب شديد اثناء الدوره الشهريه، هذه المراه ستهلك نفسها حتى ما قبل الدوره يعني الشهريه. نعم، واحد يعني تقريبا 24 ساعه الى 48 ساعه قبل الدوره الشهريه المراه كيولي عندها واحد نال. لماذا؟ لان هذيك فين ربما ايام على حسب جسم المرأة. نعم نعم، هناك نساء يعني ما كيحسوش، ولكن هناك نساء كيحسوا نعم أسبوع قبله وكيحسوا حتى بألام وكيحسوا باضطراب، يعني تتولي المرأة مزاجية. نعم مزاجها مضطرب هذا. فهذه هي الأشياء التي دفعتني لهذا البحث، فقلت أن إذا كان الهرمونات هي الهرمونات عند طابع دهني، نعم هي عند جزيئات الهرمونات هي عند طابع دهني، هي تمثل من الدهنيات. فقلت إذا كانت هذه الأشياء الخطيرة في الجسم، لما LH والLTH هذه الهرمونات الدورة الشهرية التي تتردد، هي تردد تقريبا 24-26 يوم تردد، وتبقى 6 أيام أو 7 أو 8 على حسب المرأة، على حسب جسم المرأة وعلى حسب المناطق وعلى حسب النظام الغذائي. هذه فهذه قلت الرجل ليس لديه هرمون، عنده هرمون واحد تستوستيرون، هذا الهرمون إذا تأكسد يصيب بالصلع، كيسقط ليه الشعر ديال راسه فقط، ما لايق عليه، ما عنده اي شيء. وكلما كان الرجل عنده مركز تستوستيرون قوي او عنده هذا الافراز تستوستيرون قوي، تكون شخصيته قويه حتى يصبح يعني لا يطاق، كلما كان يعني يصبح قوي جدا وشديد، ويعني لا في رايه ولا في حركاته ولا في يعني حتى العراك، حتى العراكات، يعني إذا كان الشخص عنده تستوستيرون قوي جدا فليس من السهل غلبه حتى شي واحد في أثناء. لماذا؟ لأن التستوستيرون هو هرمون كيخلي الجسم يأخذ 5 أضعاف طاقة اللي عنده فهذا هو في نفس الوقت التستوستيرون، وفي نفس الوقت لو قال الرجل يعني عنده هذا التستوستيرون مضطرب كيطلع ويهبط ويتقاطع مع الأدرينالين، لكان كيتقلق بكثرة هيصاب بسكري. لماذا؟ لأن الأنسولين هرمون والأدريلانين هرمون والتستوستيرون هرمون، فهذه الهرمونات طبعا يتعامل مع بعضها، يجب أن تكون علاقتها هي علاقة توازن. إذا كان الأدرينالين يصعد مرتين في اليوم، هذا الشخص معرض لكل الأمراض. هذا فالمرأة لديها يعني كما سألت الأخت جزاها الله خيرا عن المرأة، حياتها تتجدد 12 مرة في السنة، الرجل لا تتجدد حياته، لا تجد هذه اللي كنسمها المونوتوني، يعني حياته الهرمونية هي حياة يعني ليس فيها أي شيء تغيير. لكن المرأة سبحان الله المرأة كيجدد لها، والعكس المرأة أحسن من الرجل. لماذا؟ لأن المرأة كي تعيد حياتها كل شهر، تتوقف تتجدد الـLH والـLTH، يعني كيطلعوا كيوصلوا للقمة على 14 يوم ثم كيبداوا يهبطوا تقريبا 20-21-22 كيوصلوا تقريبا، ثم يقع هذا الريبتير، تتوقع الدورة الشهرية 5 أيام 6 أيام علي هي فيها غير يومين شي شوية كتكون. المرأة خاصة ترد البال لهذه الدورة الشهرية، إذا كانت قوية جدا المرأة غدا تدير أنيميا وغدير هشاشة العظام ما فيهاش. لماذا؟ لأن إذا كانت قوية يكون مشكل هرموني يعني، وإذا كانت ضعيفة جدا أو ربما يعني كل شهرين وكل 3 هنا كاين مشكل، كاين واحد نقص هرموني عند المرأة. ولذلك أنا تكلمت عن هذه الأخت باش نجاوبها مباشرة، أن أثناء الدورة الشهرية يجب على المرأة أن تلتزم بنظام نباتي 100%. يجب عليها أن لا تركز أثناء هذه الفترة، لا تركز كثير أثناء هذه الفترة. شوف الله سبحانه وتعالى ليس للوضوء فقط، ولكن خفف عنا في الصلاة، هذا رمز الله سبحانه وتعالى يرمز
إلى ذلك. ولذلك يجب أن لا تركز بكثير، ألا تركز كثير، خصوصا إذا كان عند مثلا مهنة قاضية أو حتى صحفية مثلا إعلامية، والحاجة تركز كثير أثناء هذه الأيام تصاب بأمراض، تصاب بأمراض. لا مش ما تعملش، تعمل نعم تعمل، ولكن تعمل بهدوء، ويجب أن لا تركز، ويجب أن لا تضرر، أن لا تتجر، ويجب أن لا تقلق أثناء هذه الفترة. لماذا؟ لأن النظام الهرموني وقع ريبتشر، هذه وقع يعني هو يعني هذه الهرمونات انقطعت، ثم يجب أن تبدأ هذه الهرمونات كي تبدأ حياة جديدة. والمرأة تحيا بالإل أش والإل تي أيش. إذا ما كانش هذه كانت الهرمونات مشوف، مثلا المرأة ملي توصل مينوبوز، ملي توصل هذا سن اليأس، وما بغاو يعطيوه اسم آخر هو اسم اليأس. سن اليأس يعني لا أن هذه أن كلمة يأس يعني ما سن اليأس، لماذا سمي سن اليأس؟ لأنها يائست من الأطفال فقط. لا، هناك من يسميها سن الأمل. لا لا لا، هذه سياسة وليست علم. أما العلم وسن اليأس عليين، هما كفلسفة وهناك أشياء أخرى، لكن نتكلم علوم. لماذا الناس يلعبون على المصطلحات؟ لماذا يلعبون على المصطلحات؟ فالكون هو هو، والمرأة هي هي، والرجل هو هو، يلعبون على المصطلحات فقط. يعني العديد من الباحثين بعد أشياء. غير اللعب على المصطلحات هو اللي خلى موضوع المرأة، خلى موضوع المرأة الآن مجهول. مجهول فعلا. ما كانش دولة الآن على وجه الأرض تقول أن لديها فكرة واضحة عن موضوع المرأة، أنا مستعد نسمع لها. موضوع المرأة مجهول. لماذا؟ لأن تناوله الفلاسفة ولم يتناوله العلماء. لو خلاه المرأة على الأقل، لو كانوا تركوا المرأة في حالها لكان اسمي. هي المرأة يتكلمون عن حريتها، ولكن يضعون صورة امرأة بجانب جرار. لا علاقة المرأة بالجرار، هذه الشركة بغت تبيع الجرارات وبغت تبيع مثلا الشاحنات، وتضع صورة امرأة. يعني فهذه هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. المرأة يعني تعاملوا معها، شيئوها شيئوها، يريدونها شيء، وهذا هو المشكل اللي وقع. أما المرأة الله سبحانه وتعالى خلقها كالرجل، مكملة للرجل. ليس هناك مجتمع بدون الاثنين، ليس المرأة بدون الاثنين، ليس هناك مجتمع بدون رجل، ليس هناك مجتمع بدون امرأة، ليس هناك. يعني لماذا المجتمع؟ المجتمع هم الأسرة، هم الأطفال، هم العم، هم العمة، هم الخال، هم الخالة، هم الجد، هم الجدة، هم المجتمع. هذا هو المجتمع، هو الأسرة. هذه فاللبنة الأولى هي الأسرة. فإذا ما لم تكن مرأة أو رجل، ليس هناك مجتمع، ليس هناك مجتمع. ولذلك الآن أنا أتكلم عن الجانب الخلقي عند المرأة، والجانب يعني الكوني التشريحي الأناتومي التي خلق الله سبحانه وتعالى عليه المرأة. ما تكلمتش كثير على الرجال، ولكن حتى الرجال عندهم مشكل. الرجال عندهم مشكل. لماذا؟ لأن تغذية الرجل خاصة تكون خالية من السكر اللي كان نعم بحليم زيت الزيتون. لماذا؟ لأن النظام الهرموني عند الرجل هو حساس جدا، وفي أي لحظة ممكن يتوقف. إذا توقف فليس هناك رجل. فيجب أن يتناولوا زيوت زيت الزيتون، مهم جدا. زيت الزيتون وحبوب الكتان هي تنفع الاثنين، تنفع الرجل وتنفع المرأة. لماذا؟ لأن حمض الأوميغا 3 النباتي هو حمض الأوميغا 3 النباتي ينفع المرأة أكثر من الرجل، ولكن ينفع الرجل كذلك. حبوب الكتان تنفع الرجال كذلك. فهذا النظام اللي تكلمت عليه هو اللي ضبط الدورة. السؤال ديال الأخت أم وليد، هو اللي ضبط الهرمونات. الآن لا تضبط بهرمونات. إذن المرأة تذهب عند الطبيب يصف لها هرمونات، يريدون أن يضبطوا الهرمونات بالهرمونات، لأن وهي على نمطها، نمط العيش. هذه المرأة إذا كانت تأكل لحوم بكثرة ومواد صناعية وسكر بكثرة وحلويات، وإذا كانت تضجر وتقلق ثم تذهب إلى الطبيب، فليس هناك حل. فيجب أولا أن تنظر في نمط عيشها أولا، ثم تذهب إلى الطبيب إن أرادت. نحن لا نقول الناس إذا لا تذهب، نعم، فالطب موجود، والطب يعني نحن مأمورون بالعلاج، نعم، تذهب عند الطبيب. ولكن بغيت نغير السلوك يعني نظرة الناس وفهم الناس للطبيب. ماشي السيد يأكل في منزله سموم يذهب إلى الطبيب ليصف له دواء، هو يأكل سموم ويذهب إلى العشاب يقول لي كل سالمية. هذا ليس علاج، هذا ليس علم، هذا ليس علم، هذا ليس، انا اقول ليس علم. ويجب على الناس ان يكفوا يعني 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 اداهم على الناس هذا. وليست السالميه ولا مرد الدوش ولا هذه الخزعبلات وهذه الاشياء هذه اللي كيقولوا هي سلميه جيده اذا كان نعم. نظام غذائي مع السالميه كيشربوها الناس مع الماء، يعني لا جيد. لا علاج لها ولا اي شيء. هي الزعتر كانوا كيشربوه الناس، مش يتفضل عندنا واحد يقول نشربوا الزعتر مع الصباح غادي نتعالجوا من السرطان، هذا كذب. نعم الزعتر كانوا كيشربوه الناس نعم مع الصباح مع الاغذيه. علاش؟ باش ديك الاغذيه ما ديرش انزعاجات في الهضم، في الجهاز الهضمي فقط. نعم الزعفران شعره كياكلوه المغاربه، الكركم كيطيبوه به. هذه
مرددوش السالميه راه كاينه التخليطه كيبيعوها مع النعناع. نعم. ولكن باش ترجع علاج وبداو ياخذوها الناس لان على اساس علاج لا هذا كذب. نعم. هذا كذب. تؤخذ مع النظام الغذائي القرنفل والقرفه والثومه والبصل والقرعيات والقرع السلاويه والملوخيه. نعم. يعني هذا اللفت الاصفر، اللفت الاصفر جيد للنساء. نعم. اللفت الاصفر فيه تروجينات وفيه نحاس وفيه كالسيوم بكثره. نعم. الخضره رقم واحد في الكالسيوم هي اللفت الاصفر. جيد. سبحان حتى اللفت البيض وحتى اللفت المحفوره هذه. نعم. الجدر الابيض اللي كنسميوه في المغرب اللفت المحفوره. نعم. هذه ولكن كاين بعض الانواع الاخرين اللي فيهم مكون محل رطبقة هذاك اللفت اللي دخل دابا عنده واحد عنده البنة واحد المذاق ديال اللفت المحفوره هو مشي اللفت المحفوره هذه عاد دخل المغرب البودور ديال الهضره. نعم. هذيك عندها مشكل مع الغده الدرقيه. نعم. خاص الناس يبعدوا منها. نعم. يعني الشوفلور. نعم. هذا الكباب. نعم. والكرنب. نعم. والرطبقة وانواع اللفت يعني على خصوص ثم البروكولي. نعم. والسوجة. نعم. هذه اشياء يعني تضر اصحاب الغده الدرقيه. نعم. هذه تضر اصحاب. نعم. النساء عندهم غده درقيه ويسالنا عن السوجة يا سبحان الله يعني. السوجة لا تفيدهم في شيء، الفول يفيدهم في شيء. والحمص الفول فيه شويه تيرامين طايرامين هذه مكون تيرامين بالنسبه للناس اللي عندهم الشقيقه اللي كنسموها الشقيقه الام الراس الحاده. نعم. هادو ما ياكلوش الفول بكثره يعني علاش لان التيرامين معروفه هي كاينه في الجبن وكاينه في الفول هذه معروفه ان الناس يعني شويه كتسبب يعني الناس اللي عندهم شقيقه اللي كيضرهم راسهم بزاف احسن ما يكثروش منه فقط. نعم. اما اقول النبات النساء يلتزمن بنظام نباتي. نعم. في القبح بالنخاله ماشي الدقيق البيض. نعم. ماشي الدقيق البيض ماشي المسمن. نعم. اللي مخبوز في الزيت. نعم. يعني التزمنا بالنبات خبز مخمر بالخميره البلديه. نعم. بالنخاله ولا ياكلوا الشعير خبز ولا حسوه شعير جيد. الناس عليهم كيسالوني عن التلبينه ولماذا. نعم. التلبينه واش هي التلبينه؟ التلبينه هي التشيشه اللي كنسموها حنا التشيشه في المغرب هي الشعير مطبوخ مع ما يزيدوا عليه زيت زيتون ويزيدوا عليه كركم بلدي وتولي التلبينه زائد اثنين. نعم. تولي احسن. تولي احسن. اجتهدوا ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم كاين حديث التلبينه وامنا عائشه كانت تضع هذه البرمه وتدير فيها التلبينه ملي كيكون الميت. نعم. لماذا؟ لان الشعير فيه سيروتونين وهذا الشعير ويذهب الحزن. نعم. يعني الرسول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدئ. ولكن زيدوا اجتهدوا اكثر نضيفوا نديروا التلبينه اللي دار الرسول صلى الله عليه وسلم ونزيدوا لها زيت الزيتون ونزيدوا لها الكركم ونزيدوا لها حتى زريعه الكتان وحب الرشاد ونزيدوا حتى القزبر حبوب والحل. نعم اجتهدوا هذا اجتهاد صائب لان ما يهم الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ترك امر الدنيا للناس اكيد انت يعني احنا حتى تابين النخيل الرسول الحديد تابين النخيل ان قال لهم انتم شانكم يعني ابنوا النخيل انا يعني ما قلتهاش لكم نزلت عليا من السماء انا قلت لكم غير كبشر. نعم. فهذه الاشياء هذه النظام النباتي. نعم. هو نظام تغذية عند المرأة. نعم. كلما أكلت لحوم المرأة فلتتحمل مسؤوليتها الصحية طبعا. أكيد. تحمل مسؤوليتها طبعا هي سبب دكتور يعني التكيسات داخل نعم. الرحم عندها تكيسات. نعم. لكن عندها خلل في الدورة الشهرية. نعم. الخلل في الدورة الشهرية مرتبط باللحوم. نعم. مرتبط 100% باللحوم يعني تقطع اللحوم وترجع نباتية وما تأكلش في الليل. نعم. وإلى صامت يكون أحسن. الصوم جيد للنساء سبحان نعم. الله شوف النساء في رمضان كيكون وجوه المرأة مستنير أكثر من وجه الرجل. نعم. ولكن ما علي رمضان هو دربة وتربية ومدرسة الله سبحانه وتعالى جابوا لي عبادة. نعم. ولكن كيدربنا على الأكل والأكل غريزة وبغى يعلمنا كل مرة سنة شهر باش يعلمنا ناكله ولكن مع الأسف ما كنتعلموش ناكله يعني كنبقاو نكتروا كنبقاو نخلطوا كنبقاو نعطيو الجسم ديالنا السموم وأنت مسؤول عن صحتك والصحة ديالك أمانة مسؤول عليها أمام الله. فأنت تأكل وتذهب إلى العشاب لا يفيدك في شيء أكيد. العشاب يعطيك خلطة يقول لك هذه ستشفيك من النصران أنا أتحدى. نعم. إذا بقي هذا الشخص يأكل نفس الأكل إذا بقى مع الحلويات وبقى مع المشويات مع المقليات وبقى مع اللحم وبقى مع يخرج من العمل مع 12 يأكل ويرجع ويبقى يأكل واقف ويبقى يأكل مزروب ويمشي على العشاب ويمشي على الطبيب أنا أتحدى أكيد. فيجب أن يغير نمط عيشه أن ينظر في الأشياء التي سببت له المرض ثم يذهب إلى الطبيب مش العشاب إلى الطبيب. إذا لو سمحتي دكتور نحرر المكالمة تشير الإيمان. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الاسم الكريم. معك يوسف قلو من مدينة الرباط. يوسف قلو من مدينة الرباط. يوسف قلو من مدينة الرباط أهلا بك تفضل. حيا الله الأخ سعيد وصاب وصاب ما مشى وهو مقعد في الجنة مع خير الأنام وأنا رحت لي الشرف أني المرة الثانية على التوالي كنشارك في البرنامج. أهلا بك مرحبا. وكنعتذر لكم على التضييق أنا الآن كنشارك معكم من الشغل داخل العمل كنعتذر على التضييق. مرحبا. كنطلب من الاستاذ الله يجزيه بخير يعطينا بعض الوصفات بالنسبه لبعض المأكولات اللي خصها تاكل المراه الحامل وبعض بعض المأكولات اللي خصها تمتنع عليها في فتره الحمل.
الله يجزيك بخير. شكرا يا سي يوسف من مدينة الرباط. كنا خصصنا حلقة أظن الحامل والمرضع. خصصنا لهم حلقة ولكن لا بأس نذكر. هو المرأة والحامل والمرضع ليس لها أي، ولو أن الأطباء يقولوا أن احتياجات زائدة، ليس لها احتياجات زائدة. نعم. ليس لها احتياجات زائدة. نعم. فالمرأة تأكل، لا تكون حامل ولا تكون مرضع ولا تكون نفس الأكل. فقط الفيتوستروجينات أثناء الحمل ممنوعين. نعم. إن الحلبة ماشي ممنوعين غير ما تكترش. نعم. غير ما تكتر. نعم. خمس حبات ديال الحلبة ولا ستة ماشي هما اللي غادي يديروا لها إجهاض. لا أظن. إيه الحلبة وحب رشاد والسانوج وحبة حلوة والنافع، هاد الحبوب اللي فيها الفيتوستروجينات. هذه ما تاكلهاش المرأة الحامل فقط. نعم. أما الأشياء الأخرى كلها جيدة. المرأة المرضع تكتر الحلبة عكس المرأة الحامل. تكتر هي سمية الحلبة، هذه سمية الحلبة لأنها تدر الحليب. جيد. هذه الحلبة وهي تدر الحليب لما جاءنا أن الفيتوستروجينات كلها تدر الحليب طبعا، لأن يعني الحليب هرموني يعني هذه البرولاكتين. والبرولاكتين هي حساسة جدا للأدريلانين. نعم. إذا تقلقت المرأة ما تشبعش ولدها. إلى تسترسات يعني كانت مرهقة في العمل ما تشبعش ولدها طبعا، إلى يعني كانت مهمومة يعني تفكر في شيء ولا أشياء، هذه ما تشبعش الولد. علاش النساء في البوادي ما كانوش كياكلوا؟ ما كانش كتاكل المرأة في البادية ولا خبز، كانت تاكل خبز وكتشبع ولدها، لدرجة أن كانوا نساء في البادية كيحلبوا تدي ديالهم باش ينقصوا الحليب. الآن المرأة تأكل ليلة نهار وما عندهاش حليب لأن مشكل هرموني مشكل نفسي هذا. فالنساء كنا مرتاحات في البادية، كان النساء المرأة كانت مرتاحة جالسة في منزلها ما عندها مشكل. كما كنقول الرجل هو اللي كان تجيب القفة وكتتعامل مع القفة، المرأة كانت تتعامل مع القفة شنو فيها وكتعرف شنو تدير. إلا جاب لها مثلا لحم كتعرف شنو تعمل باللحم، إلا كانوا كيجيبوا حتى ذيك اللي كنسموها حنا الكرشان كيجيبوا هذا السقائق السقائط، هذوك المرأة كانت تعرف شنو تعمل بهذا يعني هذه كانت تحسين التدبير. أما المرأة الآن أصبحت هي صاحبة القفة والتي هي اللي كتجيب القفة، مبقاش يعني يعني كاين تغيير طبعا، كاين تغيير لان الحياه ما غاداش تبقى هي الحياه طبعا، ولكن حنا غير كنوريو الناس الامور يعني منين جايه والاصل ديالها من الخارج وكيفاش الناس وصلوا لهذه المرحله ديال 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 يعني ديال ديال الامراض. يعني منين تغير نمط العيش وعلاش انا ركزت على المراه، لماذا؟ لان جسم المراه كما قلت فيه شحوم اكثر من اللحوم. الجسم اللي كيكون فيه شحوم مرتفع نسبه شحوم مرتفعه لا يطيق شحوم زائده، لا يطيق اللحوم لا يطيقها. ثم ملي كتكون الشحوم زائده كيكون دائما مشكل هرموني يعني بسرعه، يعني يختل النظام الهرموني يختل بسرعه عند المراه. نعم. يختل، ولذلك حتى السكري عند المراه ليس هو السكري عند الرجال. نعم. نعطيك السكري عند المراه ليس هو السكري عند الرجال. نعم. هلا اما المشكل ديال ارتفاع الضغط عند المراه ليس ارتفاع الضغط عند الرجال، يعني كاين فرق كبير. مكون الاسبرين وبعض الادويه هي لا تعمل شيئا عند النساء. يعني الأمريكي الآن لقاو بحث لقاو في الأسبرين ما كدير والو النساء لا أثر لها، وكاين أدوية كثيرة الآن تعمل عند الرجال لا تعمل عند النساء. ولكن الآن احنا الفود أند دروغ أدمنستريشن في أمريكا الآن مولت واحد البحث باش يعرفوا باش يلقاو أدوية خاصة بالنساء وأدوية خاصة بالرجال. البحث العلمي يشوف الناس فين واصلين. احنا باقين كنتكلموا على الموضوع الأدبي الفلسفي ديال المرأة، يعني لا نتكلم عن حقوق المرأة. المرأة عندها حقوقها وربما غدا تكون فاتهم إن شاء الله، ما عندناش مشكل احنا مع حقوق المرأة، ولا كما قلت حتى التسوية في عقل المرأة. عقل المرأة وعقل الرجل لا نناقشه، خلق الله سبحانه وتعالى هذه العقول متزاوية، ولكن جسم المرأة يختلف عن جسم الرجل. كان واحد الوقيتة كما قالت الأخت هذه أم وليد، كان واحد الثقافة يعني في المجتمع كلش الندوات والمليقة وكل شيء يقول لك أن يجب أن لا تقول أن هناك فرق بين المرأة والرجل لأن المرأة تجلس في المنزل ولذلك أصبحت هكذا. الله خلقها هكذا، هي لم تخلق نفسها هكذا. وعلى القرآن يقول حتى سيدنا زكريا هذه امرأة من اللي ولدت مريم، هذه أم مريم. نعم. عليهما السلام. نعم. هذه قالت رب فلما وضعت قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. نعم. ما تعناتش بها أن الذكر أحسن من الأنثى، عنات بها المهمة ديال الذكر ماشي هي المهمة ديال المرأة. نعم. هي كانت بغى راجل باش يخدم بيت الله فقط. نعم. ما بيها. فلذلك الغاية والمهمة اللي كانت بغاها، ولكن لم يعني هذه الآية هذه لا تزكي أن لا تزكي الاختلاف بين المرأة فيما يخص الخلق. نعم، ولكن لا تزكي القول بأن عقل المرأة يعني أقل من عقل الرجل أو العكس. لا
لا العقول هي متساويه، والدليل على ذلك ان نشوف حتى البنيات الان بالعكس، الجامعات الان في بنات اكثر من الاولاد. نعم انا عندي المهندسات الان في معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، هذه الفوج اللي عندي الان عندي فيه بنات اكثر من الاولاد، وبالعكس في ثلثين بنات وثلث يعني اولاد. فلا نناقش عقل المراه، عقل المراه وعقل لا نناقشه، هذه يعني الله سبحانه وتعالى سواه حتى في, 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 في التفكير ولا فيما يخص العبادات وما ما. الله سبحانه وتعالى يقول لك من عمل منكم صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني هنا شوف الله سبحانه بحال بحال، يعني بحال 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 عمل المرأة بحال عمل الرجل. ولكن الاختلافات الخلقية الموجودة في جسم المرأة وجسم الرجل هذه اختلافات كونية، اختلافات علمية يجب أن تناقش، ويجب أن النساء أن تحضر هذه الحالة ديال الدورة الشهرية اللي عندها للرجل ما عندوش، والمرأة الحياة ديالها كتجدد 12 مرة في السنة، يعني كل شهر الحياة ديالها كتجدد، ويجب أثناء هذه الفترة قبل من الدورة الشهرية المرأة خاصة تلتزم بالنظام النباتي، من بعد الدورة الشهرية تاكل لحم. وأحسن لحم هو الدجاج البري. لماذا؟ لأن الدجاج البري فيه حديد مرتفع وفيه بروتينات تمتص بسهولة وفيه فيتوستروجينات. فبعد الدورة الشهرية لازم تأكل دجاج بري، يكون عادة مشكل، يكون فيه توابل قوية. المرأة يجب أن تلتزم بنظام نباتي كل شمولي، معنى نباتي في أوراق خضراء، في حبوب تكتر من الحبوب بحال الحلبة وحب الشاد وزريعة الكتان والسانوج وحبة حلاوة والنفع والنافع والكروية. هذه الحبوب يجب على المرأة أن تتناولها يوميا. في الخبز ولا في الحسوة ولا في الشربة ولا في الحريرة ولا في أي شيء، يعني من اللي طيب تأخذ أي شيء. والقزبر حبوب، هذا القزبر الكزبرة حبوب الكزبرة فيه فيتوستروجينات وهي جيد للنساء، لأن من الأشياء التي تخرج السموم من الجسم الكزبرة. هذه خصوص النساء الآن مع الديوكسينات مع دخان السيارات مع مواد التجميل مع مواد التطهير في المنزل. المرأة إذا كانت كتطهر المنزل ديالها يوميا بماء جافيل ولا بالجريزيلين ولا هذه الأشياء اللي كتعطي روائح، هذه المرأة تتأثر، مرأة ربما تدير توتر عصبي ولا تعمل شقيقة يضرها راسها. وحتى من اللي تكون تنظف يكون عندها مثلا طفل صغير، يجب أن تخرج الطفل من المنزل باش ما يشمش الريحة ديال الكلوراين وباش ما يشمش هذه الروائح ديال المطهرات يعني 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 في المنزل. يعني دكتور اللي ذكرته تقريبا تحدثتم عن المرأة أكثر من الرجل. نعم، لماذا؟ لأن المرأة الآن هي اللي عندها أكثر نسبة في الأمراض، هي اللي عندها التصلب اللوائح اكثر من الرجل، هي اللي عندها الامراض المناعيه كلها بهجت مثلا، بهجت عند النساء اكثر من الرجل، هي اللي عندها سرطان اكثر من الرجل، هي اللي عندها مثلا الانيميا اكثر من الرجل، عندها كوليسترول اكثر من الرجل، وعندها فيت الرجل بالخلل الهرموني الدوره الشهريه. الرجل ما عندوش مشكل هرموني يعني الدوره الشهريه عند المراه، والرجل عنده الماكل ديالو كما قلت، يعني اذا كان اصحاب الحيره في يعملون بالجهد ياكل لحوم، إذا كان هذا الشخص جالس الرجل جالس وما عندوش يعني جهد ولا يبذل الجهد في العمل ديالو، ما الأحسن يبتعد من اللحوم. لاش؟ لأن اللحوم فيها كثرة الطاقة وفيها دسم، الدسم يعطي 9 الكالوريات، غرام ديال الدسم كيعطي 9 الكيلو كالوري، يعني صعيب جدا لكان الإنسان جالس ويأكل كثرة اللحوم. فثم شوف الفلاحة كانوا تيعملوا في الحقول من قبل، كانوا تياكلوا اللحوم نهار السوق مرة في الأسبوع كياكلوا، وكان كافي جدا للطاقة، ولكن كانوا يأكلوا قطاني، كانوا كياكلوا فول وحمص، وكانوا تياكلوا جلبانة يابسة، وكانوا تياكلوا فول واللبن والسيكوك والمسائل هذه كانوا كياكلوها في الفلاحة عليين ملي كيبدا فصل الربيع صافي الأرض بدات كتعطي. فمع الأسف الشديد الآن التغذية ديالنا رجعت صناعية. رجعت معلبة، يعني هذا الشخص الصباح كيف طر بسكويت ومعاه واحد المشروب، هذا راه ما فطرش. لا ما هذا ما عطى الجسم ديالو والو، ما الجسم ديالو خصو المضادات للاكسده وخصو الالياف الخشبيه وخصو قليل من الكالوريات وخصو املاح معدنيه وخصو فيتامينات، لانه الشخص مقبل على العمل غادي يمشي للعمل. فهاد المكونات ما كايناش في هذا الفطور اللي كيفطر به على هذا الشكل هذا. الاشخاص دابا كيتناولوا الصباح كيتناول هادو البيتي بان ولا كرواسون، هاد الاشياء الخبائز اللي كيفطروا بها الصباح، تقول لك انا فطرت الصباح راه خديت يعني قطعتين من هذا، يعني راك ما كلتي والو، راك ما كلتيش الا كان طرف ديال الخبز بالنخاله ولا يعني واحد صحن ديال حساء شعير، هذا شخص افطر. ولكن الشخص اللي كيتناول المواد الصناعيه وكيقول لك انا افطرت، ما افطرش يعني ولا ما يفطر مع الاسف الشديد. ثم يكون تعب، كم حتى كميه القهوه الممزوجه بالحليب. نعم، اللي كياخذ واحد الكاس صغير طويصه صغيره ديال القهوه بالحليب نص نص ولا حاجه، وتي هو عاد بالو افطر ما افطرش ولا ما يفطر. يجب ان يتناول زيت الزيتون ونشويات مثلا الخبز بالنخاله، القمح بالنخاله، وخبز الشعير ولا حساء الشعير، وان شاء الله حتى القطاني كانوا كيفطروا بها الناس، البصاره ديال الفول كانوا تفطروا بها الناس، مع الاسف الشديد بقاوش الناس كيفطروا هذا الفطور. فالنساء الجهاز الهضمي تغير دكتور. نعم تغير، والنساء الا بقاو على النشويات الخبز بالنخاله والشعير والقطاني
والخضر والفواكه والمسائل هذه بقاو عليها غادي تبقى المراه صحتها يعني جيد. وانا بغيت هذا الموضوع يعني بغيت نتيرو بغيت نهضر نتكلم عليه لان النساء ولاو كياكلوا اللحوم بكثره لان النساء ولاو كياكلوا ليل ممكن الرجل ياكل شي حاجه في الليل ممكن نسمحوا بها لان لا اسمح بالاكل ليلا ولكن علاه باش نبين الاهميه ديال تغذيه المراه ولكن المراه تاكل ليل سيكون لديها شحوم في الحزام كاين النساء الان كيبحثوا عن حميه وعلى منتوجات اللي تحيد لهم الشحمه من الكرش واللي يدير فيه وهي لا غير موجوده هي عندها في المنزل ديالها تكتفي بنظام نباتي وتتحرك صافي يكون الشكل حتى شكل الجسم يكون جيد وما يكونش عندها امراض وما يكونش عندها خلل هرموني لان بعض مرات السمنه كتكون جايه من الهرمونات ولكن النساء مع الاسف الشديد ما كيعطيوش اهميه لهذه الاشياء هذه فالخص في الاخير ان الرجال ممكن الاكل ديالهم تكون فيه طاقه ممكن ياكلوا لحوم ولا اشياء هذا اذا كانوا يتحركوا ليس هناك اي مشكله وما تكونش عندهم امراض والرجاله ملي كيجلسوا الرجاله ملي كيبركوا كيكونوا جالسين كيتصابوا بالبواسر إذا كانوا كيكثروا باللحوم كيتصابوا بالبواسر المشكل نعم وارتفاع الضغط فيجب أن النساء إذا التزمنا بنظام نباتي أنا لخصت لهم ما بغيتش ندخل معهم في التدقيق نعم. لخصت نظام نباتي كل النبات جيد للتغذية نعم. وما يبقاوش يقلبوا على العشوب هذه تسوي الهرمونات إذا رجعوا نباتيات الهرمونات غادي تقدوا ما يكذب عليهم حتى شي أحد نعم. يعني وهذه الأشياء اللي كيشريوا هذه لا تكون في الأكل طبعا غتكون داخله مع الاكل دكتور هي طبعا الا كانوا تيتناولوا بعض الاعشاب اللي كتكون منقوعه في الماء هذا كانت حتى جداتهم نعم كانت انا قلت داخل في النظام نعم. داخل في شي حتى يمرض ويبدا يسول قالوا لي يعني يصلح المصران النافع يصلح المصران كيفاش النافع يصلح المصران الا كان الشخص ياكل اللحم وما ياكلش نبات ليس له دواء اذا اكل اللحم بدون نبات ليس له دواء ليس له دواء لا يعالج هذاك النافع نعم يعني يجب ان ياكل نبات اولا لان المصران هو النبات علاج المصران النبات نعم. صافي يلتزم بنظام النبات ما يكونش عندهم مشكل هذا لا مشكل الغازات ولا مشكل الانتفاخات ولا مشكل تقرحات ولا مشكل حتى الار سي اش وحتى الكرون لان العديد من الناس يعني كيطبقوا بعض الوصفات اللي طبعا كتكون رائجه بين الصديقات او في الوسط ديال المجتمع ديالنا ولكن ولا ما كتنفعهن لا ما كتنفعهمش يا دكتور لان النظام الغذائي ما تغيرش كيفاش نعم. غتنفعك هذيك الوصفه مثلا نعم. نعم يجب ان يتوقف الشخص عن السبب عن السموم التي يتناولها ثم يأكل أي شيء نزل نمط العيش هو علاج هو نمط العيش بحد ذاته علاج